خلاص. كل شيء سبعة ثمان. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات صفاء. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. العيد مبارك سعيد باش ما تمنيتوا ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والهنا وطول العمر ان شاء الله، وباش ما تمنيتوا لكم ولوليداتكم، وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا وتكون كاع الأمة الإسلامية بصحة وسلامة. وهذا فطورنا لهذا النهار ديال العيد طبيعة الحال، أتاي اللي متيخطاش أي مائدة مغربية. درت هنايا قريش لات، من بعد غادي نحط لكم الوصفه ديالهم. عندي هنايا بغرير غريبه ديال السميده، هذه دي كنت حطيتها معكم. درت حتى لي مادلين، وهذا الشير ضروري في المائده البجعديه، ضروري في الفطور ديال العيد. كذلك بغرير، عندي هذه الحلوه هذه حتى هي كنت حطيتها معكم في القناه. هذه الحلوه دي ديال الكركاع واللوز، صراحه هذه ما صورتهاش معكم، ان شاء الله مره واحده اخرى ونحطها معكم في القناه. تمرات، فواكه جافه، هي عندي الفقاس. هذا الفقاس هو المعتمد عندي، راني دايره في القناه غير هذه المره زدت فيه شويه ديال النافع والجنجلان مع الزبيب واللوز نيت. وهذه حتى هي راني شاركتها معكم في القناه، غريبه ديال النخاله واللوز، كتجي حتى هي غزاله. صافي، وهذا هو الفطور ديالنا، فطور مغربي متواضع. كنتمنى يدوز عندكم هاد العيد هذا بصحة وسلامة ان شاء الله، وتفرحوا به نتوما وافراد اسرتكم. السلام عليكم ورحمة الله، تهلاو لي فراسكم كاملين، والى الملتقى.